السلام عليكم، مساء الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا 100 100. النهارده هنعرض الشغل اللي عندنا كله، اذا كان حريمي ولا رجالي ولا اطفالي. يعني في حاجات اطفالي مش كتير، هنعرض كل البضاعه اللي عندنا ان شاء الله باذن الله. اللي يعجبه حاجه ياخد سكرين شوت ويقول لي انا عاوز دي. كل حاجه انا بقول مقاسها قبل اي حاجه، انا ما بقولش الاسعار يا جماعه لاسباب معينه هتفهم، يعني مش عارف، انا مش عايز اقولها عشان ما تبقاش مشكله ليا. يعني احنا بنبيع براندات اصليه، يعني على سبيل المثال القطعه دي موجوده في نايك، يعني فانا ما اقدرش اكون انا ببيعها اقل من نايك يحصل لي حوار. اللي هيسال على حاجه هقول له، انا بحاول ابسط الموضوع عليكم عشان بس تعرفوا، بس انا بقول المقاسات واللي بيعجبه حاجه بيبعت لي، واللي الحته دي ثمنها كام هقول له ثمنها كام بكل سهوله. العنوان بتاعنا امبابه، شارع 3 حرب، الشارع اللي قدام مطعم برنس. انا هحط دايما في اللوكيشن تحت العنوان بتاعنا، رقم التليفون بتاعي وكل حاجه. ان شاء الله اللي عاوز اي حاجه حط رقم يوسف هنا وصلاح ورقمي. اللي عاوز اي حاجه، لان الضغط بيبقى صعبه جامد علينا، يعني الضغط بيبقى حوار عليا انا صعب، يجي لي بال 50 100 رساله في نفس اللحظه، ارد عليهم يجي لي 80، انا ممكن ارد في اليوم على 300 رساله. اللي بيتصل بيا او بيبعت لي رساله وما بردش عليه في نفس الوقت ما يزعلش، اكيد انا مضغوط وبتاع، وفي ناس بترن عليها الساعه 5 الفجر، مش عارف ازاي بقى يا جماعه الحوار ده ينفع؟ بيحبوا فيك، حابينك، مش كده برضه؟ عندك بيت واسره وبتاع والناس بتنايمه. احنا موعدنا يا جماعه بنرد على التليفون من بعد الساعه 4 لحد الساعه 11 ونص بالليل. اللي عايز اي حاجه في الوقت ده انا تحت امره. يلا بقى نتفرج على شويه البضاعه دي، وايه اللي يعجبه حاجه سكرين شوت ويبعت على واتساب، اللي هي ايه اي رقم من دول عليه واتساب، اذا كان بتاعي او بتاع يوسف او بتاع صلاح. يلا بقى نتفرج على شويه الشغل ان شاء الله، حاجات جامده جدا، ربنا يسهل لنا بقى. السلام عليكم. الله الله. دي جديده دي. السكتشر اللي عندي كله عليه عرض، اي قطعه سكتشر هتشوفوها هنا اهو سعرها 500 جنيه اوريجينال 100%، مفيش حاجه كوبي خالص. دي مقاس 36، كل ده كده 36. كل السكتشر ده كده مقاسات 36. طبعا الشغل كتير جدا، انا بحاول ايه اتحرك كده، واللي يعجبه حاجه يا جماعه ياخد سكرين شوت ويقول لي سعرها كام. دي اول حاجه ممكن نعرضها عندنا هنا، النيو بالانس دي ما عرضناهاش قبل كده. النيو بالانس دي مقاس 35، وفي منها تقريبا 3 4 مقاسات، مش كل المقاسات، يعني عشان في برضو ايه ناس بتفتكر ان انا عندي كل المقاسات، لا ده هي القطعه بيكون في منها مثلا في الستوك حتتين او ثلاثة احنا بنجيبهم. طبعا موديل 2019 اهي، موديل 2019، كل اللي هتشوفوه هنا اهو موديل 2019 بفضل الله. 36 دي في برضه منها مقاس لحد 39، ودي في منها مقاس لحد 39 على ما اعتقد، 40 لحد مقاس 40. النيو بالانس دي السكتشر دول قطع مفيش منهم مقاسات، جايين قطع كلهم نيو بالانس دي لحد مقاس 40 ونص، من 36 ل 40 ونص. في مقاس او مقاسين ممكن يكونوا مش موجودين في النص يعني، بس اللي هيبعت لي هقول له ان شاء الله. ودي من 36 لحد برضو 39. النايك دي حته واحده، حتتين النايك دي، مقاس 36 لحد مقاس 36 ومقاس 39، حتتين بس. النيو بالانس دي برضو من مقاس 36 لمقاس 39، في منها 40. النيو بالانس دي نفس الموضوع. طبعا النيو بالانس والنايك واي حاجه ملهاش علاقه بالعرض، اللي هو 500 500، كل البضاعه السكتشر اللي هتشوفوها. نرجع تاني، 36 لحد 39 نفس الكلام برضو، ودي قطعة واحدة 36، 37 ودي برضو في منها من 36 لحد 40. النيو بالانس دي طبعا الشغل ده محتاج ان انا اعمله فيديو كده تفصيلي، هتعرفوا مستوى البضاعة اللي عندنا ان شاء الله. نيو بالانس دي برضو من 36 لحد 39 تقريبا، والنايك دي قطعة واحدة بس مفيش منها تاني، مقاسها 36، اعتقد في منها حتتين تاني مش فاكر والله، في منها حتتين تاني
الاير ماكس دي بتبقى اغلى حاجه في النايكات عامه يا جماعه. اي حاجه تانية بسعرها في المتناول جدا، الاير ماكس هي بس اللي بتكون عاليه شويه، لان هي بره غاليه في التوكيل. عندنا في مصر الجزمه دي بتعدي 3000 جنيه. برضو انا هروح للتوكيل بكره ولا حاجه ان شاء الله، وهصور فيديو من اللي موجود هناك بالاسعار، وهاخد جزمتين معايا، ونسأل الراجل اللي هناك بتاع التوكيل، نقول له الجزمتين دول اصليين ولا لا اللي عندنا، وهنصور الكلام ده، لان في شخص واحد بس، واحد مغربي واحد تاني مصري، فعمالين ايه يقولوا اي كلام. هما طبعا لا ده فاهم ولا التاني فاهم، فطبعا احنا مش هنوضح لهم. لا انا خايف بس حد يتأثر بكلام الناس التعبانه اللي مش فاهمه اي حاجه في الاحذيه خالص. برضو هاخد دي على التوكيل، لان واحد بيقول لي اراهنك، بصوا هنا في هتظهر هنا، اراهنك لو رحت التوكيل مش هتطلع اصليه. طبعا الناس دي بتشتري هاي كوبي، متعرفش اصلا الفرق بين الهاي كوبي والاصلي. فايه اثباتات جميله برضو لينا وليكم، برضو مش للناس دي، لا لينا وليكم. نخش تاني على طول. دي برضو من مقاس 36 لحد 40.5، 37، 37، 36، 36، 37. ودي مقاس كام دي؟ مقاسها 37. ده كده 37 يا جماعة المقاس ده. طبعا النيو بالانس زي ما انا قلت لكم كده، اللي يجيبوا حاجه سكرين شوت على طول ويبعت لي، هقول له اللي موجود منها مقاس كام. بس دول النيو بالانس دول الاغلب المقاسات 36 لحد 39. عندنا دي حته لفايس، دي مقاس اللفايس، دي مقاس كام اللفايس دي؟ مقاسها 36. طبعا احنا للمدارس وكده، في ناس كتير بتسال اليومين دول، اللي عاوز حاجه مقاس 35 و36 مليون في الميه هيلاقي عندنا. يعني في مقاسات كتير جدا من السكتشر 36 37. يجيبوا اي حاجه من دول سكرين شوت وهقول لك ثمنهم ايه. طبعا السكتشر كله 500 جنيه سعره. النيو بالانس والنايك والحاجات دي اغلى شويه، مش كتير بس اغلى شويه. الاير ماكس بس هي اللي بتكون غاليه. الفيله، في من الفيلة دي برضو ورايا، هوريها لكم دلوقتي ان شاء الله. طبعا كل دول 36 37 الاغلبية، 36 37 38. يعني دي تقريبا 38 انا فاكر، لا دي 37 ودي 36. 37 برضو، 36 الالدو دي 7، الالدو دي 38، الاسكس دي 39، ودي في منها 7 و8 و9، والالدو دي، الالدو دي 39، مقاس 39، 38 دول، ودي مقاس 38، 36، السكتشر دي 36.5، أغلبية اللي موجود سكتشر 36، 37، 38 مش كتير، 39 ولا 40 قليل برضو يا جماعة. ودي مقاسها البولو دي مقاسها 37، 37، 36، 38، 39، دول كده 39، دي 36، 37، 37. وفي عندنا الجزء اللي هنا اللي هو ده، دي قطعة انت مقاس 37، دي 39، ودي 37. الاسكس دي 39، والنيو بالانس دي مقاس كام؟ 37.5. البومة دي انا بعت منها قطعة، كان عندي قطعتين بعت منها قطعة، ودي كانت جوه المخزن ما كناش لاقيينها، بندور على مقاسها. مقاسها 37 لان كان في حد سألني عليها. الفيلة دي في منها من 36، يعني 36، 36 و 37
وتقريبا 41 تقريبا 41 والانتا دي 37 والاسكس دي 7.5 ودي مقاس 39 النيو بالانس دي 37 39 36 36 38 ودي مقاس 37.5 والفيلة دي 37.5 ودي 36 وفي منها 38 لا دي 38 في منها 39 والقطعة دي في منها برضو عندي في المخزن دي 39 في منها 37 ودي في منها مقاسين 3 اللي يعجبه برضو يقول لي هبعت له مقاسه لحد 39 يعني 40 موجود ودي اخر حتة معايا. دول يا جماعة الايه شوية البضاعة اللي هم بتوع الحريمي اللي موجودين عندنا دلوقتي. في حاجات صغيرة اللي هي بالنسبة للاطفالي اللي هو ده في دي القطعة دي عندي منها من مقاس 26 من مقاس 26 لمقاس 9 من مقاس 26 لحد مقاس تقريبا 35 35 دول بالنسبة للأطفالي. باقي الأطفال اللي أنا كنت عرضته قبل كده باقي الأطفال اللي عرضته قبل كده برضو هوريهم لكم على السريع. في دي 31 اهي وفي النيكست 38 دول كده باقي الأطفال. وفي حتة هنا حتة واحدة بس مقاس 31 اللي هي دي مقاسها 31 سكتشر. دول شوية الحريم يا جماعة والأطفالي اللي هم الصغيرين اللي عندنا. ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده او اللي قبل ده هتكونوا اتفرجتوا على الرجال ان شاء الله. شكرا جدا، تنسوش بقى تعملونا لايك سبسكرايب. وبمناسبة المدارس ان شاء الله كل يعني حد هيجي ان شاء الله بإذن الله هياخد كده في بوتل كده ازازه صغيره فيها زي اسمه ايه فين هي ابقى احط لكم صورتها في الفيديو هنا، انا مش فاكر انا مصورها ولا لا. ازازه كده ومعاها زي لانش بوكس، كل حد هيجي كده ان شاء الله ياخد حاجات حريم ان شاء الله باذن الله هنديله زي هديه كده باذن الله.